الوطنية للانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات قالوا الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. الله، حلو ده. طيب إيه بقى التفاصيل؟ والإعلان القريب هيبقى تقريبا على إمتى هيبان؟ الهيئة هتعلن التفاصيل بتاعة العملية الانتخابية، نظام العمل الانتخابي بتاعنا، يعني إحنا هننزل إزاي وهنعمل إيه وهنروح إزاي على المكاتب واللجان المختلفة وما إلى ذلك. خلوني هنا أخد معانا على التليفون سيادة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. أهلا بسيادتك يا فندم. اهلا يوسف بيه، برحب بسيادتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده المستشار. الانتخابات سوف يعلن عنها قريبا جدا ولا قريبا بس؟ قريبا جدا يا فندم، زي ما انا قلت احنا بس منتظرين التاكد من توافر بعض المهمات والاستخدامات اللي بنحتاجها، وان شاء الله يعلن قريبا عن موعد الانتخابات. طيب ده عظيم جدا. التفاصيل ايضا سوف تعلن ولا هيبقى المعلن فقط هو الموعد الانتخابي؟ هيعلن جميع التفاصيل، يعني ان شاء الله هنحدد الموعد او موعد المؤتمر اللي هيعلن فيه كافه الاجراءات وكافه المواعيد القانونيه. طب سيادة المستشار، احنا قرينا انه بيتعمل بروتوكول تعاون ما بين الهيئه وما بين هيئه البريد، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. ايه شكل التعاون ده يا فندم؟ هو بداية يا فندم اللي حصل النهاردة هو بيؤكد تضافر جهود الدولة وكافة الأجهزة المعنية في مساعدة الهيئة الوطنية في القيام بدورها. البروتوكول تم توقيعه النهاردة مع الهيئة القومية للبريد، المقصود منه هو الاستفادة بالبنية التحتية الخاصة بالهيئة وانتشارها الواسع في جميع المحافظات، حتى يمكن للهيئة الوطنية أن هي تنقل أجهزتها وأوراقها لكافة محافظات الجمهورية في أسرع وقت. طيب ده كلام رائع. أنا أعلم جيدا أن رجال القانون كلامهم قليل صحيح، بس مش للدرجات دي يا سيادة المستشار. احنا عايزين نعرف إيه طبيعة التعاون، يعني الهيئة أنا عارف أنه تعاملت البنية التحتية بتاعتها بشكل شديد الحداثة، وبالتالي هيتم استخدامها إزاي؟ يعني أنا كمواطن إزاي هقدر أستفيد من هذا التعاون اللي ما بين الهيئة وما بين أو هيئة الهيئة الوطنية للانتخابات وما بين الهيئة القومية للبريد؟ يعني مثلا فندم على سبيل المثال، ان شاء الله احنا اول ما هيتم الاعلان عن الجدول الزمني وهيفتح الباب لبدايه الاجراءات، بدايه احنا عندنا بعض الاجهزه الحديثه اللي هي بيسموها اجهزه التابلت او اجهزه الكمبيوتر، دي هيتم ارسالها الى مكاتب الشهر العقاري اللي هيتم الاعلان عنها في مواقع معينه على مستوى الجمهوريه، على اساس انه المواطنين يقدروا يروحوا يعملوا التأييدات او التوكيلات الخاصه بالمرشحين الخاصه بيهم، وبالتالي احنا محتاجين سرعه لنقل هذه الاجهزه. احيانا في مواقع اخرى بالنسبه للمحافظات على مستوى مصر بنحتاج مستندات معينه وكشوف وبعض المعدات اللوجستيه، محتاجين برضو نقلها الى اماكن متفرقه في مصر. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا سيادة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ألف ألف شكر. إذن وطبقا لسيادة المستشار الإعلان سوف يكون قريب جدا عن موعد الاستحقاق الانتخابي لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بجمهورية مصر العربية.